سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. ومعكم كيف العاده صاحبتكم اختكم ربيعه الحسنويه في فيديو جديد. واليوم ان شاء الله البنات جبت لكم اول وصفه من الوصفات ديال 27، حيت بحال اللي قلت لكم البنات هاد الايام هذه كامله من لهنا حتى العواشر كلها غنجيب لكم وصفات خاصه بليله 27. والوصفه ديال اليوم هي خرقه. هاد الخرقه هذه البنات تنخدموها في الزاج، كتخدم البنات من داك الشيء رفيع للمحبه والجلب، وحتى اللي مخاصمك راه غترجعوا لك. اي راجل اي راجل كيف ما كان نوعه تتقر فيه هاد الخدمه ديال هاد الشرويطه. كيف تتعرفوا البنات خدمه 27 ناجحه 100% الا تبعتي الخطوات ديالها ودرتي الوصفه كما هي، وتدوم المفعول ديالها عام كامل. داكشي علاش البنات قلت لكم وجدوا المكونات اللي تنعطيكم واللي تنزل لكم في الوصفات وليلة 27 ما تضيعوهاش، ما تضيعوش البنات، ديروا الوصفه اللي تناسبكم. الا عندكم الخرقه ديروها، الا ما بغيتوش ديروا الخرقه ديروا الشماع ولا خدمه التصاور. انا غنحاول البنات هذه الايام كامله خليكم معايا في الوصفات، نتوما اللي غديروا الوصفه اللي تصلح لكم. وبلا ما نطول عليكم حبيباتي، تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، وما تنساوش ديروا لايك، تفعلوا الجرس والبارطاج البنات والتعليقات الغزاله كيف العاده. الرقم ديال الواتساب هو اللي غيطلع قدامكم في الفيديو. وبلا ما نطول عليكم، شنو اول حاجه كنحتاجو في وصفتنا ديال اليوم؟ اول حاجه البنات تكون عندك هي الخرقه ولا الشرويطه ولا الزيف، الاثر، الكتانه، كل واحد وكل بلاد وشنو كيسميوها والمعنى واحد. كتاخذوا الخرقه البنات، اول حاجه قبل ما ندوزوا المكونات، اول حاجه هي الخرقه كتبرم البريمه البنات، كيف تنوريكم دائما كتبرموا على الرجل ديالكم من القدم ديالكم حتى الجدر الفخذ، وانتوما طالعين وما كتعاودوش تهبطوا. ملي كتكونوا طالعين البنات 7 ديال المرات كتبرموا، وما تكونوش لابسين البنات، يعني كتكونوا عريانين ما تكونوش لابسين السروال ديالكم، كتبرموا من القدم حتى الجدر الفخذ وانتوما كتقولوا فلان ولد فلانه برمتك على صاقي الرقيق، صاقي ولا ساقي، كل واحد اللهجه ديالو. فلان ولد فلانه برمتك على صاقي الرقيق، بيا تنعس بيا تفيق، بيا تنسى اي واحد واي وحده واقفين بيناتنا في الطريق، بيا تنسى امك وخواتاتك وكاع النساء اللي سالباتك، وتشوف غير في فلانه بنت فلانه هي لالاك ومولاتك. والقرايه البنات غتلقاوها في صندوق الوصف باش تقولوها بالطريقه ديالها. كتقولوها البنات 7 ديال المرات، يعني كتطلعوا 7 تطليعات ب7 ديال القرايات، نتوما كتطلعوا وانتوما كتقولوا القرايه. دابا ندوزو للقرايه ديال اليد، كتبرموا على يدكم حتى هي. تبعوها البنات هاد الوصفه راه غزاله البنات، ما تضيعوهاش كيف قلت لكم، خدمه فنه وديال العام. كتاخذوا الخرقه مره اخرى كتفتحوها وتعاودوا تبرموها من صباعكم من هنا حتى لتحت الابط ديالكم وانتوما طالعين، وما تكونوش لابسين على دراعكم، كتبرموها على دراعكم وانتوما كتقولوا فلان ولد فلانه برمتك على دراعي الواح ونهودي تفاح، ولا ما شفتيني وعنقتيني وبتي في حضني تبقى على البكا والنواح. هذه قرايه غزاله من داك شرفيع، القرايه الرجل بوحدها والقرايه ديال الدراع بوحدها، غتلقاوهم بجوجهم في صندوق الوصف. والقرايه ديال الدراع حتى هي 7 ديال المرات، وحتى هي كنطلعوا وما كنعاودوش نهبطوا، لان الراجل خطا البنات اللي كيعاودوا يهبطوا في البرايم، الرجل كتجيبوه لعندكم ما كتخرجوهش على برا، مفهوم عليا البنات؟ كتطلعوا 7 ديال البرمات، 7 ديال التطليعات، طلعوا كل تطليعه بالقرايه ديالها يعني 7 ديال المرات. منين كنكملوا القرايه على ساقنا وعلى يدنا، يعني خذوا الوقت ديالكم البنات. هاد الوصفه هذه الوصفات كاملين اللي كيتخدموا في هاد الليله هذه كيبغوا الخاطر والوقت والقانا، وما تخدميش الخدمه وانتي مزروبه، خدميها وانتي متمتعه بها وانتي مرتاحه ومن قلبك
وانتي عاجبك الحال، مفهومه البنات؟ كتاخدوا منين كتبرموا جوج ديال المرات على رجليكم وعلى دراعكم، كتجيبوا الخرقه بهذه الطريقه هذه. وشنو كديروا البنات؟ كديروا ليها الزيت، كتهزوا غير بيدكم، غير بيدكم، وكترشوا الزيت. ما بغيتش انا نقيس اللي قالت بالزيت البنات، انتم غتاخذوا الزيت، الزيت ديال الطبخ البنات، ماشي زيت العود، الزيت ديال الطبخ، الزيت العادي اللي كطيبوا بها، وكتهزوا وكترشوا، كترشوا هكا واحد الحفينه ديال الزيت. من بعد الزيت شنو كتجيبوا البنات؟ كتجيبوا عشوب الذكر، كتجيبوا البنات عشوب الذكر. عشوب الذكر تيكونوا مخلطين، فيهم الورد، فيهم القرنفل، فيهم شدق الجمل، فيهم النصر، السالبه، الغالبه، الحاكمه، بعض المرات كيكون القادينارو. المهم نتوما تمشيو عند شي عشاب اللي ثقه وغيجمع لكم عشوب الذكر كاملين، ماشي بالضروره يكونوا كاملين، الا كانوا غير سبعه العشبات كافيين، مفهوم البنات؟ سبعه من 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 عشوب الذكر راهم كافيين. كتاخذوا البنات عشوب الذكر اللي خديتو وتديروا الخرقه ديالكم بحال هكا. منين كتعمروا الخرقه الزيت وتابعوا عشوب الذكر، كتجمعوا هذه خرقه البنات، خرقه قديمه، كاين اللي كيديرها بالبصله، كاين اللي كيديرها بالعنصله، كاين اللي كيديرها في الدجاج، حنا غنخدموها في الدجاج، خدمه الدجاج فنه 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 فنه. كاين اللي كيديرها في البوله، كيخدمها كيعمرها في البوله، كاين اللي كيعمرها في التفاحه، كل واحد فين تيعمرها. وحنا اليوم غنخدموها في الدجاج، غنخدموها في الكاس ديال حياتي، الخدمه ديال الكاس تاع حياتي حتى هي راها غزاله البنات، وكتنجح من داك الشرفاع. صافي البنات، كتجمعوا الخريقه ديالكم من بعد ما كديروها، كديروا فيها المكونات قداش ما كانت الخرقه البنات، كتلفوها وتديروها في الكويس ديالكم. الكاس ديال حياتي هو هذا الكاس هذا اللي ما تيكونش مزوق، هذا الكيسان القدام البنات، لما عندكمش شريوه. وتجيبوا طرف ديال بابي الومنيوم بحال هكا، وكتجمعوا فيه هذا الكاس هذا. هما البنات ديروا طرف البنات شويه يكون كبير باش يجيكم على قد الكاس بحال هكا. تلويوا البنات الخدمه ديالكم في الكاس ديال حياتي، في بابي الومنيوم اللي درتو في الكاس، كديروها في بابي الومنيوم بحال هكا. ومن بعد البنات كتجيبوا المجمر ديالكم وكتشعلوا مجمر يكون زاهر مزيان، وترميو فيه واحد طريف ديال الجاوي، واحد طريف صغير ديال الجاوي. ولما عندكمش الجاوي ديروا واحد العويد ديال الند في المجمر يتحرق هو الاول، عاد كتاخذوا البنات الخدمه ديالكم وتتخشيوها وسط المجمر وكتغطيو عليها بالجمر، مفهوم البنات؟ يعني يكون داير بها الجمر ومغطيه بالجمر. ملي كتغطيوها البنات بالجمر، كتلوحوا فوقها، كتجيبوا واحد القجر ديال الوقيد بحال هذا، وكتلوحوه من فوق داك الجمر يشعل مباشره ملي توضعوا الكاس، مفهوم البنات؟ مباشره كديروا القجر ديال الوقيد تتشدوه فوق داك الجمر اللي وسطو الكاس، عمل الفوق البنات، حتى تغطيو الكاس ورشوا داك الوقيد من الفوق، وخليو هاد الكاس يطيب ويتحرق هو والمكونات. ما تديوهاش فيها البنات، يقدر يطرطق، يقدر ما يطرطقش ويطيب هكاك ويتحال. المهم ما عندكم غرض في شنو واقع في الكاس، مفهوم ليا البنات؟ الى طرطق والخرقه ولات حموم، المهم غالبا كلشي غادي يتحرق البنات، كلشي غادي يتحرق. تاخذوا البقايا الرماد ديال الخرقه غترميوها في شي جريده، والكاس غدفنوه حتى هو تحفروا ليه ودفنوه في التراب، مفهوم عليا البنات؟ هادو هو البقايا شنو كديروا بهم. وبالنسبه للطهاره البنات، ماشي ضروريه في هذه الوصفه، من الاحسن تكونوا على طهاره، ولكن حتى البنات اللي ماشي على طهاره يقدروا يخدموا هذه الخدمه هذه في ليله القدر ولا ليله 27. وصافي البنات، هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو. الخدمه البنات كتخدم في الليل ديال 27، يعني مباشره من بعد الاذان ديال العشاء، مباشره من بعد اذان العشاء، اي وقت بغيتوا، اي ساعه بغيتوا، يعني
يعني في الليل، وليلة القدر البنات هي 26 في رمضان في الليل، حنا كنقولوا في العادة 27، أما هي راها 26 رمضان في الليل ديالو. هادشي اللي كاين البنات في هذا الفيديو، وشكرا لكم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم على التتبع ديالكم. ما تنساوش البنات اللايكات، وهذا ما كان، نتلاقاو في الفيديو الجاي.